تواصلنا مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هنا التوقيت الأفضل كما تشاهدون عبر سيدة القنوات الرياضية. هنا لحظات وصول شعار هجن الرياسة وأيضا التسجيل للتوقيت الأفضل من خلال تواجد هنا أيضا 6 دقائق 3 ثواني و5 أجزاء من الثانية صوغان صاحب الشوط السابع والخاص بالجعدان المحلية. التهانينا والناموس على بركة الله. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ننطلق مع شوط الختام وشوطنا 13 والخاص بالابكار اللقاية المحليات الأصايل. أسير مباشرة إلى المقدمة وهناك هملولة من هجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم انطلاقة هملولية رائعة على مقدمة الشوط بينما اللي في المركز الثاني تصل هملولة من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. والمركز الثالث شواهين من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يتواجد ليقدم لنا مجموعة من الشواهين منطلقة على مسار المركز الثالث. في هذا محمد بسم المنصوري رقص والأروع أداء رائع وانطلاق أيضا جميل من خلال تواجد أيضا هناك هملولة وسلهودة وانطلاقة الشرود وصلت على المركز الثالث من هجن الرياسة بتواجد أيضا مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. يا سلام الله 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 غيرت سلهودة على صدارة على المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز والتهنية لراشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز سلهودة بالمركز الأول وهملولة بالمركز الثاني. الشرود في المركز الثالث من هجن الرياسة. المركز الرابع وصلت شواهين من هجن الرياسة. المركز الخامس كانت هناك هملولة من هجن الرياسة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بالشعار الأحمر الشعار الخطر. تهانينا والناموس. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات الإعادة بالتوقيت الزمني من خلال تواجد سلهودة بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. إذن هنا الزميل والمخرج أسامة الهواري يأتي بلحظات الإعادة إلى خط النهاية وأيضا هذه هي هملولة ولكن لحظات وصول سلهودة معززة أيضا هذا الانتصار وهذا الفوز. قطع مسافة السباق في 6 دقائق 10 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنئة للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري بينما المركز الثاني وصلت هناك هملولة 6 دقائق 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة على فوز هملولة بالمركز الثاني والثاني لراشد بن محمد بسم المنصوري بينما الشرود اللي في المركز الثالث 6 دقائق 12 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة والثانية المبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. إذن مشاهدينا متابعين الكرام هكذا كانت الانطلاقات وهكذا أيضا كان مساري هذا اليوم. أيضا نذكر بانطلاقة